أهلا بكم في زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة للحديث عن ردود الفعل الرسمية والحقوقية إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي بحق 30 مختطفا في سجونها بصنعاء. عبرت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي بحق 30 مختطفا في سجونها بصنعاء. السفارة البريطانية لدى اليمن قالت إن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين. منظمة العفو الدولية كانت أيضا قد طالبت الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام بحق 30 مختطفا في سجونها وإطلاق سراحهم فورا. من جهتها هددت الحكومة بإيقاف المفاوضات مع ميليشيا الحوثي في ملف الأسرى، وطالب مسؤول ملف المعتقلين بالوفد الحكومي هادي هيج، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتي جريفيث باتخاذ موقف حول تلك الأحكام. نتوقف عند هذه القضية لنناقشها اليوم في محورين: الصدى الدولي والحقوقي إزاء حكم الحوثيين بإعدام 30 ناشطا سياسيا بصنعاء، وهل ستتمكن هذه الضغوط من إيقاف مجزرة قد يرتكبها الحوثيون بحق مدنيين، وكذلك سبب صمت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن جريفيث إزاء جرائم الحوثيين التي تهدد العملية السياسية التي يرعونها. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. اسمعوني يا ولاده، المتهمين. أثارت أحكام الحوثيين بإعدام 30 ناشطا سياسيا مختطفا في صنعاء ردود فعل رسمية دولية غاضبة. الحكومة الشرعية أدانت هذه الأحكام وهددت بإلغاء الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين المنبثقة عن اتفاق السويد إذا مضت الميليشيا بهذه الأحكام. رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج قال إن صمت المبعوث الأممي مارتن جريفيث عن مثل هذه الجرائم يزيد من عرقلة المضي في ملف الأسرى والمعتقلين. الحكومة البريطانية من جهتها أدانت تلك الأحكام، مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار مثل هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين. منظمة العفو الدولية اتهمت ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء لأغراض قمعية، مؤكدة أن تلك الأحكام ما هي إلا استهزاء بالعدالة، وطالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن 30 ناشطا وكذلك عن أسماء العميسي التي صدر عليها حكم بالسجن 15 عاما. ناشطون حقوقيون اعتبروا المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثي لقمع المعارضين مجرد مسرحية عبثية ومحاولة لغسل جرائمها بحق الضحايا، وإن القائمين على هذه المحاكمات منتحلون للصفة القضائية. تتعالى الأصوات الحقوقية والشعبية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإيقاف هذه الأحكام، وتهديد بالتصعيد في حال أصرت الميليشيا على المضي في تنفيذ هذه الأحكام الباطلة. إذا نبدأ النقاش مع ضيفتنا رئيسة منظمة الدفاع للحقوق والحريات من عدن المحامية هدى الصراري. أهلا بك أستاذة هدى. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى. بداية، كيف تابعت إصدار الحوثيين لأحكام بإعدام 30 ناشط سياسي، وما مدى قانونية مثل هذه الأحكام؟ أولا، المحاكمة التي صدرت من قبل الحوثيين هو تعدي صارخ للحقوق والحريات، وأولا الحق في الحياة بشكل أساسي، حيث استخدم الحوثيين كل أطراف القتل أو كل طرق القتل بما فيها استخدام القضاء الذي هو بوابة العدالة لقمع الحريات. لأول مرة في تاريخ القضاء يصدر حكما بالإعدام على 30 ناشط سياسي وإعلامي. أولا، المحكمة لا تتمتع بأدنى معايير المحاكمة السابقة أو العادلة، وقد أهدرت فيها كل الحقوق، حتى لم يمثل لهم ممثل قانوني الدفاع عن حقوق هؤلاء اللي هم في الأساس معتقلين مؤسسة وردت أسماءهم في كشوفات اتفاقية الأسرى التي تم الاتفاق عليها في ستوكهولم. الذي جرى أيضا هو أنه الحكم الصادر من قبل الحكومين هو حكم صادر من سلطة لا تتمتع بالشرعية، وبالتالي أيضا الحكم الذي صدر من المحكمة الجزائية أيضا غير شرعي، كما بني على باطل كان باطلا. كذلك أيضا الحكم الصادر في حق أن يعتبرهم المعتقلين والأسرى، تم إلقاء تهم كيدية لهم
واتفاق ايضا لينكس اتفاقيه بروتوكول بانهم يتعاملوا مع العدوان على حسب قولهم الحوثيين. او التهم الذي اتهم تهم تهديديه لا تمس الى الحقيقه بصلة ولا يمتلك القضاء هناك اي دليل على هذه التهم التي اتهمتهم. نعم أستاذة هدى ابقي معي، ننتقل إلى ضيفنا من الرياض. ينضم إلينا من الرياض وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل. أستاذ ماجد، مواقف دولية محدودة إزاء جريمة بحجم حكم إعدام على 30 ناشط سياسي بصنعاء، كيف تفسر ذلك؟ أسعد الله مساءكم. طبعا هذا تصعيد كبير من قبل هذه الميليشيا الإرهابية للأسف الشديد. هذه تسمى مجزرة قضائية. طبعا المحكمة ليس لها أي ولاية قانونية وليس لديها أي يعني شرعية أو قانونية، وقد أصدر في العام السابق المجلس القضاء الأعلى ببطلان هذه المحكمة. بذلك هو تصعيد فقط من أجل نشف الملف التبادل الأسرى والمعتقلين. وهي دائما الميليشيا ليس بجديد عليها، دائما ما تتخذ الحجج وتمارس الجرائم من اجل ايجاد فرصه للانقلاب على اي اتفاقات توافق عليها. بهذه المحاكمات تعتبر الميليشيا اطلقت رصاص الرحمه على اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين، ولن يتم الخوض في هذا الملف ان تتراجع عن هذه الجريمه الشنعاء. وهنالك ايضا يعني رسائل من قبل الحكومه اليمنيه الى المبعوث الاممي وايضا الى المفوض الثاني لمجلس حقوق الانسان، وايضا هنالك ايضا مخاطبات وتحركات كبيره على المستوى الدولي والمستوى طبعا الشعبي والقانوني لايقاف مثل هذه المهزله بحق المدنيين الابرياء. هنالك ايضا تحركات رسميه وتواصلات مع مكتب المبعوث لكون هؤلاء ال 36 مشمولين ضمن ملف الأسرى والمعتقلين، ونتمنى ان يكون هنالك يعني استجابه سريعه وان تمارس طبعا الامم المتحده مهامها وما يجب عليها وان لا تشارك في هذه الجريمه بصمتها، لان الصمت هو مشاركه في الجريمه ولا يقل يعني جرما عن مرتكبها. ها بالتالي كيف تفسر صمت المبعوث الاممي مارتن جريفيث إلى اللحظة، ولماذا تكتفي الحكومة فقط بالتهديد؟ طبعا المبعوث الأممي هنالك قد طرف عن هذه الميليشيا لعدة أسباب. هنالك خوفا على الأسف الشديد على يعني عدم تجاوب هذه الميليشيا، ولكن بهذا الفعل هو يساعدها على تأكيد أفكار مزيدة من الانتهاكات وعدم يعني تحقيق اي من هذه الاتفاقات، وهذا ينعكس سلبا على أدائه وعمله ولم يحقق اي نجاح، بل بذلك بهذا الصمت هو انما يشرع بفشله وبفشل مهمته كمبعوث للامم المتحده للاسف الشديد. اما الحكومه اليمنيه فالحكومه اليمنيه لديها كثير من الخيارات، منها خيارات اجراء محاكمات قانونيه لكثير من الحوثيين الموجودين لديها، لهم حقيقة ارتكبوا جرائم حرب وجرائم إنسانية. هنالك أيضا تحركات على المستوى طبعا الملفات الأخرى، ملف الحديدة، ملف أيضا تفاهمات تعز، وكل الأمور مرتبطة مع بعضها، ويعني لن تسكت الحكومة اليمنية عن هذه الجريمة أو أن تدع هذه الميليشيا تعدم هؤلاء الشبان الأبرياء. تفضل البقاء معي أستاذ ماجد. أعود إلى ضيفتي من عدن هدى صراري. أستاذة هدى، أشرت إلى بطلان هذه المحكمة، هناك أيضا قرار سابق بنقل المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، المحكمة الجزائرية المتخصصة، إلى عدن وبطلانها في صنعاء. كيف يمكن إثبات بطلان هذه الأحكام أمام القانون وأمام المجتمع الدولي؟ اولا مثل ما قلت سابقا، هذه المحكمه التي تتمتع بالشرعيه، بما ان السلطه التي تعمل لديها ايضا لا تتمتع بالشرعيه ولا بغطاء شرعي او قانون، وبالتالي كل الاحكام التي صدرت عن هذه المحكمه هي احكام غير شرعيه وباطله. كذلك ايضا التهم التي ألصقت في النشطاء السياسيين والاعلاميين دفعه واحده هي احكام باطله، لا يوجد اي دليل على انهم فعلا يتعاملوا مع العدوان مثل ما يقولوا جماعه الحوثيين. ثالثا، ينبغي على مجلس القضاء الاعلى، هنا مسؤوليه كبيره في القيام ب يعني محاكمه او عدم صرف الرواتب
القضاة الذي يعملون تحت سياسة الميليشيا الحوثية، وكذلك أيضا إخضاعهم للمحاكمة وإبعاد الصفاء القضائية لديهم. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا على الحكومة الشرعية التحرك في اتجاهين، اتجاه دبلوماسي واتجاه سياسي أو حقوقي. الاتجاه الدبلوماسي هو الضغط على سفراء الدول الأوروبية، كذلك أيضا الضغط على المنظمات الدولية بإلزام جماعة الحوثيين بالالتزام باتفاقية ستوكهولم، لأنه كل الذين حكم عليهم بالإعدام هم أصلا من ضمن الأسماء التي وردت في كشوفات تبادل الأسرى، وهم أيضا معتقلين ومؤسسين قد مورست بحقهم الكثير من التعذيب والكثير من الاعتداءات وأيضا حتى أساليب القمع. كذلك أيضا على الحكومة التحرك في اتجاه الالتزام بما ورد أيضا في اتفاقية ستوكهولم بأنها تقدم هذه الكشوفات سريعا إلى الأمم المتحدة وإلى كذلك أيضا المبعوث الأممي الذي دائما ما يغطي على أفعال هذه الجماعة ويقوم أيضا بالتوقيع على أعمالهم في خرق الاتفاقيات. هم من البداية كانوا لديهم النية على اختراق هذه الاتفاقية، والمحاكمة التي جرت هي توقيع على ما ورد في اتفاقية ستوكهولم بأن يتم محاكمة المعتقلين والمختطفين والحكم عليهم بالإعدام حتى لا يتم فيما بعد تبادل في صفقة الأسرى والمعتقلين والمختطفين الذي لديهم. نعم، تفضلي بالبقاء معي أيضا أستاذة هدى. أنتقل إلى ضيفي من الرياض مجددا، وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل. أستاذ ماجد، في بيانكم الذي أصدرتموه طالبتم المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف هذه الجريمة، ثم لم نسمع سوى إدانة واحدة من الحكومة البريطانية عبر سفارتها، لماذا برأيك؟ طبعا هنالك يعني عدم تجاوب بشكل كبير من قبل المنظمات الدوليه التي اصلا يعني لديها اجندات خاصه للاسف الشديد، وتخرج عن مبادئها وقيمها في الدفاع عن حقوق الانسان التجاه هذه الميليشيا لتحقيق اهداف ومآرب اخرى، منها ايضا يعني تسويه حسابات سواء مع التحالف العربي او مع يعني مع جهات اخرى على حساب حقوق الانسان اليمني للاسف الشديد. لكن نحن ما زلنا يعني نوجه هذه الوجاءات وهذه الرسائل الى المنظمات الدوليه ومنظمات الامم المتحده ومجلس حقوق الانسان وايضا المقررين الخاص للتحرك والضغط بشكل جدي وفعلي ومباشر على هذه الميليشيا لايقاف هذه المهزله، وهذا ما نتمنى ان يتم التجاوب معه. هنالك بعض المنظمات ذكرت ان استهلاك الاخوه الدوليه هذه الجريمه، وهناك منظمات اخرى لم تتطرق عليها للاسف الشديد، يعني على اي خطا يحصل من قبل التحالف العربي او من قبل الحكومه اليمنيه تتقال من الحبه القبة مثل منظمه هيومن رايتس طبعا للاسف الشديد. لكن نتمنى ان يكون هنالك استجابه للنداء الانساني والنداء الحقوقي للتحرك من قبل وتغيير من قبل هذه المنظمات وتغيير سياستها لما يخدم يعني المواطن بشكل اساسي ويبعد الملف الانساني والحقوقي عن اي تسويات او حسابات سياسيه. نعم، قد حاولنا التواصل مع الأمم المتحدة لكنهم قالوا بأنهم لم يستطيعوا مع هيومن رايتس واتش عفوا، وقالوا بأنهم لم يستطيعوا توثيق الحادثة. بالانتقال إلى أيضا نقطة مهمة أيضا ذكرتها ضيفتي من عدن وحول خيارات الحكومة ووزارة حقوق الإنسان، قالت أن واحد من خياراتها هو قطع الرواتب، برأيك ما هي الخيارات الأخرى؟ نعم، للحكومة في حال مضي الحوثيين في تنفيذ هذه الأحكام؟ نعم، هي سلطة مستقلة ويعني الرواتب تدفع من قبل الحكومة اليمنية، ولكن هذه المحكمة كما أخبرناكم أنها تصدر لها قرار ببطلانها، وبذلك يعني لم يتم دفع رواتبهم او اتوقع ان يتم دفع لهم اي رواتب، بل انه المفروض أن كما ذكرت الاستاذه العزيزه هدى الصلاح ان يتم محاسبه القاضي في هذه المحكمه واحالته للتحقيق واصدار احكام بحقه نظرا للجريمه التي ارتكبها باسم القضاء، لانه بهذه تنقص واقعيه القضاء ويستغل القضاء لارهاب المواطنين وايضا دينهم.
ممارسات الجرائم والانتهاكات للأسف الشديد. هنالك أيضا تحركات داخلية من قبل الحكومة، وهناك تحركات دولية على كافة المستويات، هناك وزارة الخارجية وأيضا وزارة حقوق الإنسان وأيضا لجنة أسرى المعتقلين. نحن بأننا على تواصل مع الجهات المعنية ونضغط بكافة الطرق لإيقاف هذه المهزلة وإيقاف هذه الجريمة، ونتمنى أن يكون هناك عقاب في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، باختصار أستاذ ماجد، ما العقوبات الدولية التي تترتب على الميليشيا في حال الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام؟ هناك ترتيبات كثيره جدا، هناك ايضا يمكن احتمال ان الملفات تتوقف وتقفل بشكل نهائي وان ينتهي اتفاق ستوكهولم ويذهب الى يعني بدون رجعه، وبهذا هنالك ترتب عليه ترتيبات وتصعيد عسكري، هنالك ايضا ترتيبات اخرى ومنها انعقاد مجلس النواب واعلان هذه الجماعه كجماعه ارهابيه، وبذلك يعني يتم بشكل رسمي قطع الحوارات مستقبليا معها، يتم تصنيفها بان جماعه ارهابيه لا تقل خطرا عن داعش والقاعده. وهنا ايضا في توجيهات دوليه من قبل الولايات المتحده الامريكيه وعدد من الدول التي تستخدم في هذا التصنيف، واثناء تصنيفها كجماعه ارهابيه هناك تشن حرب دوليه كما حصلت في العراق وسوريا للقضاء على هذه الجماعه الارهابيه. أشكرك وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل من الرياض، شكرا لك. بالعودة إلى عدن والمحامية هدى الصراري، أستاذة هدى، على المستوى الحقوقي لم تدن هذه المحاكمة سوى منظمة العفو الدولية، لماذا برأيك ليس هناك صدى واسع لمثل هذه الجريمة؟ اولا لا يجب التسليم على ما حدث من قبل منظمات المجتمع المدني ومن قبل الاعلام ومن قبل كل كافه وشرائح المجتمع اليمني بما فيها الحكومه اليمنيه، لا يجب التسليم ان ما حدث ابدا، يجب التحرك على مناحي كثيره جدا، الكره الان في ملعب الامم المتحده وفي ملعب المبعوث الاممي الذي هو ضامن لتسكير اتفاقيه وتنفيذ اتفاقيه الصقل. ما حدث من محاكمه باباده أو بإعدام 36 معتقل ومختطف من قبل ميليشيا الحوثي وهم نشطاء سياسيين وكذلك إعلاميين، يرتقى إلى جرائم الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب علينا الضغط على المنظمات المجتمع المنظمات الدولية والأمم المتحدة وثلاثة أيضا بإلزام جماعة الحوثيين بتسليم اتفاقية الصقل. كذلك أيضا يجب على الحكومة الشرعية ليس فقط قطع الراتب على القضاة الذين حكموا بالإعدام على هؤلاء السياسيين والنشطاء الإعلاميين، أيضا كذلك إبعاد الحصانة القضائية عليهم بما أنهم لا يتمتعوا بأدنى معايير لتنفيذ المحاكمة العادلة، وكذلك أيضا صدر الحكم من سلطة غير شرعية ولا تتمتع بالشرعية، وبالتالي الحكم باطل، وكذلك أيضا القضاة يجب عليهم الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة وبالقانون اليمني بتنفيذ كل بنوده ونصوصه القانونية. الشيء الآخر الآن يجب علينا التحرك في اتجاه المبعوث الأممي وفي اتجاه أيضا المنظمات الدولية التي يجب عليها أن تدين هذه الفعلة وأن تقوم بإلزام الحوثيين، لأنه الضامن لتنفيذ اتفاقية الصقل هو دول وكذلك الأمم المتحدة المبعوث الأممي وكذلك أيضا المفوضية الثانية لحقوق الإنسان. هذه الاتجاهات يجب علينا المضي بها قدما بالضغط على هذه الجماعة التي لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات، وعادة ما تخرق كل الاتفاقيات التي تقوم بالالتزام بها أو الدخول بها. نعم، ابقي معي أيضا أستاذة هدى الصراري، ينضم إلينا من ماليزيا الصحفي خليل العمري، أهلا بك خليل. سيد خليل، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. سيد خليل، ردود الفعل الدولية حول حكم الميليشيا على 30 ناشط سياسي برأيك هل كانت بحجم الجريمة والحدث؟ أسعد الله مساكم وجميع المشاهدين. بالبداية، هو حدث كبير هز اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. الحصن
على 30 شاب وعلى 30 أكاديمي وناشط سياسي بالإعدام تنقن. هو خبر وحد جميع اليمنيين، وحد جميع المكونات اليمنية في الداخل، التحالف السياسي، النشطاء من جميع الأحزاب والمكونات السياسية من جميع المناطق اليمنية أدانوا هذا الحدث الإجرامي الكبير. هذه المحاكم للأسف الشديد التي تتخذها ميليشيا الحوثيين كمقصلة لمعارضيها هي تشبه محاكم التفتيش الأسبانية التي كانت تمارس جنون التعذيب بحق المعارضين لها. نعم. طبعا ردود الافعال الدوليه لم تكن بالمستوى المطلوب بحجم الحدث وبحجم الجريمه، ولكن كانت هناك ردود افعال نستطيع ان نقول انها جيده من قبل السفاره البريطانيه التي ادانت هذا الحدث ووصفته يعني بالاجرامي ووصفته بالغير الشرعي من جماعه من 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 محكمه غير قانونيه. وايضا كانت هناك منظمه العفو الدوليه التي طالبت فورا بالتوقف عن تنفيذ هذه الاحكام، حيث قامت ميليشيا الحوثيين باعطاء فرصه 15 يوما لتنفيذ هذه الاحكام، وما زال القلق يراود المنظمات المحليه ويراود ايضا المراقبين ماذا ستفعل ميليشيا الحوثيين خلال هذه ال 15 يوما، في ظل ايضا الصمت مخيب للامال من قبل المبعوث الاممي لليمن. نعم سيد أمامه مسؤولية كبيرة ويتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الحدث الإجرامي وهذه الجريمة الشنعاء التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين على مرأى ومسمع من العالم، حيث أن جميع الذين وردت أسماؤهم في الأحكام هم مسؤولون أيضا في اتفاق ستوكهولم، وهم أيضا مسؤولين في اتفاقية إطلاق الأسرى، ولكن إلى حد الآن لم نسمع إلى أي موقف من قبل المبعوث الأممي، وهذا مخيب للآمال. نعم هذا ما كنت سأسألك عنه، ما المبرر لصمته حتى اللحظة؟ ظهر اليوم المبعوث الأممي في مقابلة مع الشرق الأوسط وحاول أن يروج لنفسه أو يروج لإنجازاته، وقال أن منزله هو طائرته وأنه لا يتوقف عن الذهاب والمجيء من أجل إنجاز يعني حل سلمي في اليمن، ولكن هو يحاول أن يقترب من جميع الأطراف ولو على حساب القضايا الأساسية ولو على حساب القضايا الحقوقية التي تهم المئات من الأسر، التي تهم المئات من الناس. هناك المئات بل والآلاف من المعتقلين في معتقلات رئيسية في العاصمة صنعاء، في الأمن السياسي، في معتقل صالح في مدينة تعز، وهؤلاء ينتظرهم مصير مشابه. حددت الحكومة اليمنية بأنها مرارا في بيان لها يوم أمس، وحددت أيضا وزارة حقوق الإنسان بأنها ستوقف التعامل مع المبعوث الأممي إذا لم يقم بإدانة مثل هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين، وهي أيضا تستر خلف القضاء وخلف المحكمة، هذه المحكمة التي صنفتها منظمة العفو الدولية على أنها مقصلة بحق الأبرياء وبحق المواطنين. إذن المبعوث الأممي إلى اليمن هو يبحث عن إنجاز ولو كان على حساب الأشلاء، ولو كان على حساب الضحايا، ولو كان على حساب هؤلاء الشباب وهؤلاء النشطاء وهؤلاء الأكاديميين الذين هم مكتوبون. نعم. والذين هم يمثلون اليمنيين من جميع محافظات اليمن. ابقى معي خليل، بالعودة إلى المحامية هدى الصراري. أستاذة هدى، تم تسليط ضوء قليل جدا على قضية أسماء العميسي التي حكمت عليها الميليشيا أيضا ب 15 عاما سجنا، ما هي معلوماتك حول هذه القضية ولماذا لم تنل اهتماما واسعا من قبل المنظمات الحقوقية؟ للأسف قضية أسماء العميسي أيضا لم تلاقي أي ردود باعتبارها أيضا هي من القضايا الشائكة التي تم تناولها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه القضية التي كانت محكوم عليها بالإعدام والآن تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة، يعني يبدأ من يوم اعتقالها أو يوم ما حجزها. للأسف المنظمات الدولية لديها كل الحيثيات بجريمة اعتقال واستصاف السفير العميسي، ومنذ أول يوم من اعتقالها إلى، لكن التحرك الدولي مثل ما قلت لكم ضعيف جدا، بما فيها الأمم المتحدة ومكالاتها ومنظماتها.
كل من حكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لمدة متراوحة ما بين 10 إلى 15 إلى 20 سنة هم في الأساس مختطفين ومعتقلين وأسرى. ما يفعله جماعة الحوثيين هو اختراق طارئ القانون الدولي يعني الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب على الدول التي دخلت في اتفاقية استوكهولم وكذلك الأمم المتحدة بمن فيهم المبعوث الأممي يجب عليه إلزام جماعة الحوثيين لأنها طرف معرقل للعملية السياسية وفي إحلال السلام الشامل والعادل. أيضاً لا توجد بهذه الجماعة أي نية حقيقية للسلام. كذلك أيضا الحكومة الشرعية قد جربت كل وسائل التفاوضات مع هذه الجماعة ووضعت كل التنازلات لم يكن. نعم أستاذة هدى، أعتذر لمقاطعتك لسوء الصوت. إذا أشكرك جزيل الشكر رئيسة منظمة الدفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري. أختم معك الصحفي خليل العمري. الحكومة أصدرت بيان تطالب فيه المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لمنع حدوث كارثة بحق المدنيين أبرياء، هل تكفي هذه المطالبات من قبل الحكومة أم أنه بإمكانها القيام بخطوات أكبر برأيك باختصار لو سمحت؟ أنا أعتقد لأنه لابد من هبة شعبية وضغط مستمر على كافة المستويات، على كافة المستويات. المستوى الأول هو المستوى الرسمي والمستوى الثاني هو الرأي العام والحقوقي. ولو سمحتي هناك نقطة مهمة أود الإشارة إليها، وهي هناك بطلان من أبطال هذه المحاكمة الهزلية، وهما البطل الأول هي الناشطة، هي المواطنة أصلاً، هي المواطنة اليمنية المعتقلة أسماء العميسي للعام الخامس منذ 2016 وهي معتقلة. وأنا أعتقد أنه إذا فإن عملية استطلاع للرأي من هي اليمنية الأولى رقم واحد والمناضلة الأولى منذ 2016 إلى اليوم، فأنا في رأيي أنها ستكون الأم والمواطنة واليمنية والأخت التي هي في السجون أسماء العميسي. ما الذي تعرفه عن قضيتها خليل؟ نعم؟ ما الذي تعرفه عن قضية أسماء العميسي؟ أسماء العميسي أعرف كصحفي متابع لها، أعرف أنها أم لطفلين وهي زوجة وهي ربة بيت، تم اعتقالها من منزلها من قبل ميليشيا الحوثيين، وتم كما هي عادة هذه الميليشيات تم سوق لها اتهامات عدة. بأن النقطة الثانية هي البطل الحامي عبد المجيد صبرة، وهذا البطل الذي يقف للدفاع عن هؤلاء المعتقلين ويقف أمام الميليشيا ويقف أمام الإرهاب ويقف أمام مقتلة القاضية الإجرامية للدفاع عن هؤلاء المعتقلين الأبرياء. إنه بحق واحد من أعظم اليمنيين ومن أعظم المحامين في هذه القضية وفي هذا البلد. نعم، الصحفي خليل العمري من ماليزيا أشكرك جزيل الشكر. ختاما شكرا على حسن متابعتكم، هذه تحياتي لكم وتحيات معد الحلقة أسامة عادل وكافة الطاقم، إلى اللقاء.